كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان عقب انتهاء المؤتمر الصحفي طبعا الخاص باللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. يسعدنا في هذه اللحظات ان ينضم الينا طبعا كابتن محمود احمد علي احد رموزنا ورئيس اللجنه الاولمبيه السابق. برحب بيك طبعا في البدايه وعايزين نستغل وجود حضرتك معانا، فدنا في موضوع اللغط الكبير اللي حاصل بين قرارات اللجنه الاولمبيه المصريه تدخلها في الانديه، حطنا في الاجواء ده محمود بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا ما حدث في اللائحه الاسترشاديه اللي بعتتها اللجنه الاوروبيه للانديه الحقيقه يعني حتى في نفس القانون، هكلم في القانون من الاول، يمكن القانون شال اختصاصات الجهه الاداريه واعطى بعض الاختصاصات للجنه الاوروبيه، والحقيقه ده مش موجود في اي حته، مش موجود في لائحه اللجنه الاوروبيه الدوليه ان اللجان الاولمبيه الوطنيه لها اي تدخلات في قرارات الجمعيات العموميه الخاصه بالاتحادات والانديه. الحقيقه اتحط بعض البنود، انا برضو بقول ان البنود اتحطت بطريقه يعني فيها شبهه بان الوزاره شال الاقتصاد من عليها اديتها اللجنه الاوروبيه. طب بعد ما تديها اللجنه الاوروبيه هيبقى التوجه ايه؟ ان يعني ان احنا نقول للجنه الاوروبيه تعمل كذا او ما تعملش كذا، يعني في اجزاء كتير النهارده اللجنه الاوروبيه مثلا بتقول في اللائحه الاسترشاديه ان لم تنفذ المحكمه الرياضيه التحكيم الرياضي اي حكم اصدرته في ظرف شهرين يحل مجلس اداره الهيئه. طب مين اللي هيحله؟ بقرار من مين؟ يعني قرار الحل ده بقرار مين؟ واحنا باستمرار يمكن اساس القانون اتقال على اساس نشيل اختصاصات الجهه الاداريه او تدخلات الجهه الاداريه من ناحيه التعيين من ناحيه الحل وتترك للجمعيات العموميه. نيجي للنقطه الثانيه، طب اللجنه الاوروبيه عملت لائحه استرشاديه، ما معنى كلمه استرشاديه؟ معناها ان انا اخد بيها او ما اخدش بيها، لكن مش مفروض عليا كهيئه رياضيه نادي او حتى اتحاد ان انا اخد باللائحه دي بالكامل او اخد جزء منها او ما اخدهاش خالص، طالما بتديني لائحه استرشد بيها وتحط فيها بعض البنود اللي هي تجبر الهيئات الرياضيه على تنفيذ بعض الحاجات ما بقتش استرشاديه، تقول بقى لائحه اجباريه في بعض بنودها واسترشاديه في بعض بنودها. الحقيقه الكلام ده مش موجود في لوائح اللجنه الاوروبيه الدوليه الاولمبيك شارتر، فيش اي كلام، كل اللي موجود في لوحه اللجان الاولمبيه الدوليه او اللجنه الاولمبيه الدوليه ان يكون هناك تناغم، اول بند تناغم وتوافق ما بين الحكومه والهيئات الرياضيه. دي نمره واحد. نمره اثنين ان اللجان الاولمبيه الوطنيه تتعاون مع الهيئات الرياضيه اذا كانت اتحادات او تتعاون ويكون في بينهم بعض تنسيق. الحاجه الوحيده اللي اللجنه الاولمبيه الدوليه بتسال اللجنه الاولمبيه الوطنيه هل هناك اذا كان في شكوى لتدخل حكومي، هي اللي بتسال اللجنه الاولمبيه الوطنيه لان هي الجهه الوحيده اللي هي على اتصال مباشر ما بين اللجنه الاولمبيه الدوليه واللجان الاولمبيه الوطنيه. لو بسالك كمان على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، اكيد حضرتك اطلعت عليها، هل فيها عيوب؟ هل فيها امور؟ لان في لغط كبير جدا وفي يمكن ناس بتقول ان في اقصاء وامور خاصه جدا بلائحه النادي الاهلي مع انها لائحه على ما اعتقد كامله مكتمله. انا الحقيقه قريت لائحه النادي الاهلي، موضوع الاقصاء ما شفتش موضوع اقصاء لاي حد، وبعدين النهارده مش هيوصل بمجلس اداره النادي الاهلي بهذا التاريخ وهذه الخبرات انها تقصي اي حد بيود الترشيح ليه مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه ما فيهاش اي بند يخص هذا الكلام. وبعدين لائحه النادي الاهلي ما هي لائحه استكماليه للوائح السابقه، ما هياش لائحه مبتدعه جديد، هي لائحه استكماليه للوائح السابقه، فانا مش شايف فيها اي حاجه او اي عوار فيها الحقيقه. انا تحت امرك، شاكر ليك، وان شاء الله نتمنى للرياضه المصريه مزيد من التقدم ومزيد من الهدوء، وما فيش حد احسن من حد ولا حد اجدع من حد. شكرا. كل الشكر طبعا للست اللواء محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه السابق على التوضيح الكبير طبعا بالنسبه للغط والامور الخاصه.